السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة، أكيد وصلنا مجموعة من الرسائل بخصوص الحملة ديال تحرير الملك العمومي. واش الحملة وقفات؟ واش الحملة مستمرة؟ وايش من وجهة عندها المرة الجاية؟ فالحملة اي بلاصة تقدروا تلقاوها، اي بلاصة ممكن تكون، واللي هو مؤكد الاخوان هو ان حتى شي بلاصة ما غاديش تبقى بلا تحرير الملك العمومي. كنهضروا على تحرير الملك العمومي وفي نفس الوقت كنهضروا على الاشغال اللي كتعرفها، وهي يا التروطوار وصل لهنا الاخوان قدام الصيدلية وقطع جهة ديور الشركة وعملية الحفر تبارك الله وصلات لنا. نعم سيدي هنايا تبارك الله ما شاء الله، فكما كتشوفوا معنا تغييرات مهمة هنا بشارع الأدارسة اللي غيولي في حلة جميلة. عملية الهدم متواصلة، عملية الهدم والحفر، أي زيادة أي أمر جا في الطريق فغادي يتحيد. كما كتشوفوا هنايا كنشوفوا العملية الحمد لله تقدمت بشكل كبير، وكما كتشوفوا على اليمين ديالنا ف التروطوار وصل هنايا، والعملية ديال التبليط ديال الرصيف مستمرة وقطعت أشواط متقدمة. كنشوفوا حتى واحد القضية أن الشارج اللي كيكون قبل عملية التبليط فارة تبارك الله وصل الوسط ديال الشارع، كنهضرو على شارع الأدارسة. إخوان خدامين تبارك الله ما شاء الله، هادشي كيبشر بالخير، هادشي غادي يعطينا تغييرات كبيرة، عطينا شارع مواصفات مميزة إن شاء الله كما كتوضح الصورة. إخوان خدامين تبارك الله، اللهم يسير اللهم يسير. للتذكير فقط فشارع الأدارسة غيولي في حلة جديدة بواحد الرصيف موحد على مستوى جميع المحلات التجارية، والأكثر من هذا فغادي نشوفوا كذلك إنارة مميزة. كنهضروا على الإنارة، كنهضروا على الإنارة ديال الليد. شوفوا معايا الإخوان من تشارجات الأرضية هنايا، الصورة ولات أجمل من السابق ديالها، الصورة أصبحت جميلة في انتظار عملية الإسفلت. بالنسبة للحملة ديال تحرير الملك العمومي فسيارات القوات المساعدة كتكون على طول الشارع، كتكون على طول الشارع، يعني كنشوف 3-4 السيارات، وحده في ميلانو، ثلاثة في شارع الأدارسة، وحده جيت تطلع ديال الفردوس، يعني في نقاط متفرقة. لكن وحنا كنهضروا على عملية تحرير الملك العمومي كنبغيو نشيروا لواحد النقطة مهمة، واللي صراحة شرنا لها في فيديوهات سابقة، كنتمناو من الله أنه يتم إحداث أسواق نموذجية في القريب العاجل، لأن كاين واحد الفئة الناس اللي ما عندهمش الإمكانية أنه يكريو محلات في الوقت اللي كاين الناس ممكن يكريو محلات. كاين الناس اللي عندهم الامكان يكريو محلات، كاين واحد الفئه اللي ما في حالهاش بالمره، يعني كتجيب ما تاكل، كتجيب ما تاكل يا وليداتها، متبوعين بكره، متبوعين بما الضو، يعني كاين مصاريف. فكنتمناو من الجهات المسؤوله سواء بجماعه تمارا السلطات المحليه انه نشوفوا في القريب العاجل اسواق نموذجيه خصوصا في المسيرات. شوفوا تبارك الله الارضيه كيفاش ولات هنا، تبارك الله ما شاء الله، داك الشيء هائل جدا. كناكدوا على الناس يخليو الامور حتى تنشف مزيان باش تلقى الصوره الجميله هنا، فاكيد اكيد شارع الادارسه غيولي في واحد الحله رائعه جدا. كنشوفوا تقدم كبير في الاشغال، تقدم كبير في الاشغال، وحنا الان بالقرب من زنقه وهران اللي كتهبطنا في اتجاه المؤسسه وشارع طارق بن زياد. كما كتشوفوا تبارك الله الصورة بدات كتقاد، الصورة بدات كتقاد هنا في شارع الأدارسة. هادشي من غاش دراسو مزيان وغادي تغسلو، هذا فغيكون كلام آخر إن شاء الله. كما كتشوفوا الأشغال بدات من الجهة الجنوبية في اتجاه الجهة الشمالية، أكيد اليوم غتسالي العملية ديال الحفر في شارع الأدارسة وغتقطع لنا جهة ديور الشركة، وهذه نقطة مضيئة، نقطة ضوء كبيرة وكبيرة. فنتمنوا من الله الخير والتيسير يا ربي لجميع المشاريع هنا في مدينة تمارا، وكنتمنوا بالمناسبة
أنه في نفس الوقت يتحلوا المشاكل العالقة بمدينة تمارا كميلة في الودايا كأصحاب الشكايات قاطيني دور الصفيح ومشاريع أخرى اللي كتسنى الضوء الأخضر. فكنوه بالمجهود الكبير اللي كيقوم به السيد الوالي اليعقوبي، لكن ننتظر بفارغ الصبر إعطاء الضوء الأخضر لباقي المشاريع باقي الملفات باش نشوفوا الأمور إن شاء الله غدا مزيان. وحنا عاطين الشارع طريق بنو زياد، أنا كنبغي نقول لكم ردوا البال الله يجازيكم بخير. كان بعض النقاط كيكون فيها بعض الإصلاحات بين الفينة والأخرى، ردوا البال الله يجازيكم بخير. كيكونوا حفر بعض المرات كيصلحوهم الإخوان، كتكون بعض الأمور اللي خاصة تقعد. فاللي كنبغي نأكدوا عليه الحملة ديال تحرير الملك العمومي متواصلة بتنسيق مع جميع الملحقات الإدارية. فاليوم كنقولوا في نفس الوقت بغينا أسواق نموذجية. كاين واحد الناس مول الكروسة ديال الخبز راه كيخرج واحد 150 ولا 200 خبزة كيبيعها كتشيط له واحد 800 ريال، 1000 ريال هذا هو الجهد. يعني شنو غيقدر يدير بها؟ ما غيديرش بها محل. ما كنهضروش على أصحاب الطوابل اللي كتلقى فيها 10000 درهم و 20000 درهم ديال السلعة. هذاك اللي كيصور 400 درهم 300 درهم في النهار اللي كتعطي 8000 درهم في الشهر، هذاك عنده إمكانية يمشي كريمه الله يسهل عليه والله يزيده. ولكن هذاك اللي خاصو يدخل السوق النموذجي، ففينا هو السوق النموذجي، وما يمكنش الناس تجلس من الخدمة وتحبس وتجمع يديها وتطوي شنو غتاكل شنو غتشرب شنو غتصرف. فكنتمنى من الله انه يتم احداث سوق نموذجي في اقرب وقت في المسيرة جوج، باش الناس اللي ما لاقيه ما تاكل تلقى فين تحرك، على الاقل كتاخذ بالاسباب والناس راه الله يكون في العون شي غنقولوا والله يدير شي جود الخير للجميع. نكتفي بهذا القدر مباشرة من حي النهضة. الناس كيسولوا على القنطرة واش تلقات، باقا ما تلقاتش، كلشي كيتسنى القنطرة تطلق. نهار تطلق القنطرة ربما غتطلق معها كلشي يا ربي، وهادشي اللي كنتمناو. الله يجيب معها اخبار الخير يا ربي. هذا ما كان. الى هنا مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.